في هذه التظاهرة السياسية داعمة لمرشح الخيار الآن مرشح العمل والأمل مرشح الإجماع الوطني، وذلك ضمن الحملة الموازية التي تقوم بها هذه المجموعة على مستوى الأماكن التي لها فيها تواجد بشري مهم. إننا نتعهد على أنفسنا بالعمل بكل ما أتينا من حزم ووسائل بشرية ومادية على تحقيق نجاح كاسح لمرشحنا السيد محمد بن الشيخ القزواني يوم 29 من يونيو 2024، لنؤكد لكم أن هذا الخيار لم يأتي من فراغ لعدة الأسباب سنذكر منها للحصر. الحصيلة المشرفة المأمورية الأولى والتي تؤكد الأرقام في مجالات النمو الاقتصادي ومكافحة البطالة والفقر والهشاشة، الحكمة البالغة في التعاطي مع مختلف القضايا الإقليمية والدولية والتي من بينها جائحة كورونا والحروب والنزاعات المختلفة في العالم وانقطاع سلاسل التموين عبر المحيطات، جو التهدئة السياسية والانفتاح الغير مسبوق الذي قاد إلى انخراط الزعامات التقليدية للمعارضة في المشروع الوطني لمرشحنا لأي بدء استيقاظا قاد إلى انخراط الزعامات التقليدية للمعارضة في المشروع الوطني لمرشحنا ورد المظالم والجاهزية المطلقة لأي نداء استيقاظ يطلقه أي مواطن في أي بقعة من وطننا الحبيب، إصلاح المنظومة التعليمية والصحية وما رافق ذلك من تشييد بنية تحتية وتجسيد الجسور وتحسين ظروف العمال في مختلف القطاعات، الاهتمام السياسي والاجتماعي بالفئات المهمشة كالشباب والنساء وذوي الاحتياجات الخاصة، نشيد تشييد البنية التحتية الطرقية والجسور والعمارات والمرافق الإدارية والمنشآت الشبابية والرياضية، جعل قواتنا المسلحة وقوات أمننا في أتم الجاهزية والاستعداد في التعامل مع الظروف الطارئة، تعميق الحريات الفردية والجماعية وتعزيز الترسانة القانونية للبلد، خلق الفرص للشباب وتمكين الشباب مبدأ ورؤية لدى المرشح محمد بن الشيخ القزواني، وستكون المأمورية الثانية للشباب. أيها السادة أيها الطاقم المحترم، أيها السادة أيها السيدات، لهذه الأسباب وغيرها مما يضيق المقام عن حصره، أجدد لكم ثقتنا في مرشحنا محمد بن الشيخ القزواني، ونثق في صدقه وقدرته على تنفيذ برنامجه الانتخابي وحرصه على نجاحه في مقطع الحشار في هذه الاستحقاقات الرئاسية بحول الله وقوته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن شكرا للإطار المتميز أحمد سالم والبوبوط على هذه المداخلة القيمة. الآن ندعو نائب المقاطعة السيدة فاطمة السالمة من سيدي حمود.